تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات. منذ صباح الباكر انطلقنا اليوم لنعرف أكلات شعبية عراقية، ما هي هذه الأكلات وكيف يتم صناعتها، وأيضا ما هي التطورات التي حدثت على الأكلات الشعبية العراقية التي تعتبر موروث شعبي عراقي. حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات، تابعونا. أكلة الباتشا واحدة من أهم الأكلات الشعبية العراقية، وتعتبر أكلة تراثية داخل المجتمع العراقي. تواجدنا في محل لبيع الباتشا، راح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع وعن هذا الموروث الذي أصبح شعبي لدى العراقيين. السلام عليكم عمو. سلام غاتي، ألو سلام بكم، ألو مرحبا، رب بكم، ألو مرحبا، ألو سلام. بداية نتعرف حضرتك. نعم أنا اسم حضرتك. علي أبو الباتشا، يعني ممارسة قديمة كلش. عمو أبو حسين، صار لك شقد بهاي المهنة؟ بهاي المهنة من وقت على الدنيا الستينات أنا أشتغل ويا أبويا وخوالي بهاي المهنة. سؤالي عن أكلة الباتشا من الستينات ولحد هاي اللحظة. من الستينات معامل مستمرين، خاصة الصبح وبالليل، يعني والشيخ عمر وبصورة عامة بهاي المنطقة معروفة ومشهورة الباتشا بنظافتها وطيبتها من أكلات الشعبية التراثية القديمة الأصيلة. نعم. الباتشا أكو أسماء، يعني مثلا باتشا الفلاني، باتشا الفلاني، أقدم الأسماء لهذه الأكلة أو هذه المحلات منو؟ أقدم بالشيخ عمر، أقدم باتشا هي الحاتي بصورة عامة، يعني بعدها من بعدها تحسين. ايه شلون نشوف الاقبال على هاي الاكله، خصوصا الصبح؟ يقولون الصبح اكله مميزه. طبعا الصبح اكله مميزه ونفس المعامل واكثر يعني بالزياد دائما، وبالليل بعد اكثر لكودا، رغم طيبتها اكله تعتبر خفيفه، يعني ياكل باكه كامله يروح ينام بالليل، يقول الصبح عم يتريق باكه. ليش؟ لان هي ما تاذي، بها فوائد ما بها اذيه بصوره عامه. عن الباتشا شلون تسويها انت؟ والله نسويها اول ما نجيبها بصوفه، يسموها تدخل مرحله الاسماطه، يعني صمتهم ما يحار مو يقلب وانما وسط، وتنخض بالجدر لازم، يعني ما تخليها هيجي. فمن تصمتها بعدين تشعوط، تدخل مرحله الشعوط، شيش كل ثلاث روس بشيش. شلون الشعوط؟ ماله بس نار، بس نار مساقاه، يعني تصير حمراء حمار بسيط. بعدين ورا الشعوط من تتنقع بماي ورا 10 دقائق، بالبيوت يسموها تحجير، احنا نسميها تبردغ، نبردغها بسكينة ونكسرها ونشرحها. عاد من نفتح شوية من حديقة نغسلها غسل عام، وبذاك الوقت تتركب. أنواع يعني عندنا فراسم مثلا محتوياتها منبار يدخل لها، كرش مالها، شرادين مالتها، هي بالخصوص كلها تسمى باكه. ينزل لك معون مشكل بصوره عامه. زين انت شو تنزل للزبون؟ يعني مثلا اذا نص باكه محتوياته كراعين، كرشه، شردانه، منبار. اما اذا نفرات فينزل له نص لسان او شرحه وياه على طلبه. مثلا اكو ناس تحب عيون، اكو لا يريد مخ، اكو بما ياكل كرشه، ياكل كراعين. فاكو مرات على طلبه، مرات يقول لك شو تجيب لي، جيب لك انا كل شيء، مقبلات اتقبلها منك، لان اكل باكه بصوره عامه ما اكل شيء من عندها. ليش العراقيين يحبون الباكه؟ لانه هي اكله هم شعبيه وهم تراثيه قديمه كلش قديمه. ف يعني انا وعيت بالستينات ويا خوالي وابويا هم باكه، كان نفر درهم والله. هسه ف
فجيل جيل ورا جيل ورا جيل، يعني هذا شيء قديم كلش تراثي قديم. يعني هاي مهنتك متوارثة؟ يعني مهنتي متوارثة نعم، من أبويا وخوالي أي بصورة عامة. أي من تطبخها شلون يتم عملية طبخها؟ عملية طبخها يفور الماي أول ما تذب الكراعين والكرش، حتى لو كان مالوش أو غنم يتفور زايد قش الزفرة مالتها فتنوب، وراها عاد تذب الروس. إذا عندك روس خشنة وناعمة تذب مثلا الخشنة، ورا 3 ساعات تذب الناعمة لح يسوون كل نسوية. ما ينمرد عندك الصغار ولا ذاك الكبار لح يتأخر عندك بصورة عامة. شكرا جزيلا عمو. اشكرك اني اشكر اشرب بكم اغاتي الله يحفظكم وعلى وسلم بكم. مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم في برنامجنا لهذا اليوم، نتحدث عن الاكلات الشعبيه العراقيه وراح ننتقل الى اكله السمك. ابقوا ويانا. إذن مشاهدينا الكرام، سيف شاب بغدادي ارتأى أن يغير بالأكلات الشعبية العراقية. أنا ربطت الأكلات الشعبية العراقية حتى نشوف سيف شنو غير. راح نتحدث ويا سيف ونتحدث شلون غير هذه الأكلات الشعبية العراقية بطرق مختلفة. هي بقت نفس هالأكلات لكن بطرق مختلفة. سيوفي السلام عليكم. السلام ورحمة الله حبيبي. الله يخليك. الحمد لله قلبك. الله يسلمك. أشرف بكم. هلا بكم على رأسي. شلون بديت انت بهاي هذا المحل او هاي العمليه تغيير الاكلات؟ الفكره هاي سافرت انا ب 2006 فجبتها من الخارج، هذا جبتها من طلعت من مصر، فالبحر عندهم يعني اكثر من عندنا، ما كان عندنا بالعراق، كنا نعرف احنا بالعراق الزبيدي الروبيان الصبور 3 شغلات، فهسه تقريبا عندنا فوق ال 200 نوع سمك بدأ نطبب هنا البغداد كله صيد مال فاو، يعني انواع هوايه وبيع علاج، يعني عندك الكوما بيع علاج التونه، عندك السلمون، عندك انواع، عندك السلمون، عندك لسان الثور، عندك مزلق، امور، الشنعت، الدويلمي، مخيط، نويبي، عروسه، سلطان ابراهيم، عندك السبريم، عندك الشوبرا، عندك سردين، حبار، اخت، هذا كله بيف سوار. اكلنا هسه حاليا بالعراق ما بيف سوار، الفسفور الموجود والاملاح واليود موجوده فقط بالبحري، بالاسماك الباقيه العلف الاصطناعي هذا كله ما موجود، بس بالبحري يعني علف طبيعي وحر مال البحر بدون كيمياوي بدون علف بدون اقفاص بدون كل شيء. يتم صياد صيد هذا يعني شبك ولنجات بالبحر، صياده يطلعون يصيدون شبك نجيبه من الفاو يطبونه هنا ببغداد. اي يطب لك هنا ببغداد، انت شو تسوي به؟ نبيع للعالم، كل سمكه لها علاج، يفيد ابو الضمور ابو الدماغ، تخزين ماله بالثلج وبروده بس بدون تجميد، لان يعني لو جمد تروح الفائده مالته. اي زين هسه انت تحدثت اكثر من مره انه صحي صحي، شنو الصحه اللي؟ الصحه مالته عندك ابو الضمور عنده ضمور بالدماغ التونه تفيده، اللي ما يقدر ياكل سمك اللي عنده ضغط اللي عنده دهون هوايه الممنوع عليه حساسيه السمك يفيده، لان بنسبه كولاجين بمغنيسيوم بوتاسيوم فسفور النحاس فيتامين دي الاوميجا 3 هي المعروفه العلاج كله موجود بالسمك. تلاحظ هسه السمكه لا تشوفها كلها تلمع تضوي، لان السمك كله طبيعي وصحي وبأملاح طبيعيه، حتى يفيد بالعلاج ابو الغده ابو الربو للمفاصل، عندك الروبيان، عندنا سرطان البحر اختصاص له بامراض الخبيثه. اي فكل سمكه لها علاج ولها طبخه خاصه ولها طريقه خاصه، اهم فقره بالسمك البحري. يعني لازم كل سمكه لها مقادير خاصه، ولها سمكه شوي او تقلاه او تشتغل سنقاره بالفرن. اي هذا شغل البحري. زين انت شلون نقلت الفكره من هناك وجبتها؟ سافرت وجبتها، ايش سويت هنا أنا؟ منو ساعدك؟ ساعدني والله ابن عمي ساعدني، اشتغلنا انا وياه وشويه شويه قمنا نروح للفاو
للبحر وتعاملنا ويا الصياده وقمنا نجيب هذا السمك. السؤال الاهم، شلون تشوف اقبال الناس على شراء هذه الاسماك؟ اول شيء السمك هذا البحري كل مضره ما بي، ايش قد ما تاكل من يمه ينفعك ما يضرك، لان ما بي دهون، نسبه دهون صفر، بسعرات حراريه ما يسمن، يفيد ابو الرجيم، يفيد اللي مسوي قص معده، ويفيد يعني لابو الضغوط، لابو السكر، لابو الكوما، شغلات يعني عالج ابو الغده، قلت لك يعني هواي بيه فوائد البحري. يعني اي عليه طلب وعليه اقبال، هسه هسه طب العراق يعني قبل كان معروف بس الزبيدي وربيان والصبر هذا المعروف، هسه تقريبا بال 200 نوع سمك العالم بدت شوي شوي تعلم عليه. شلون يتم طريقة شواء أو طبخه؟ الطبخ ماله يعني هسه عندك الصبور شوي، شغلته شوي، عندك الزبيدة تقلاه، هي هاي أكد عليها النقطة المهمة، لأن هواي فتحوا سمك وهاي اشتغلوا به، بس ما يعرفون شلون طريقة الطبخ مالته، يعني هسه ما صار لها هواي من طبنا البحر العراق، فكل سمكة معروفة يعني إلها طبخ، إلها طبخة خاصة، إلها نكهة خاصة، إلها تتبيلة خاصة. اسعارهم شلون يكون؟ اسعار يبدا عندي من 2000 دينار لحد ال 20 15 25 حسب النوعيه. اي بس اسعارنا جمله ومناسبه. زين السؤال المهم شفته اني وشفت الزبائن هسه حاليا انه على الفيسبوك وبيج وديليفري، شنو هاي العمل؟ عندنا توصيل، خدمه توصيل، ومسويين بيج ننشر يوميا احنا، يعني عندنا حلقه شلون هسه تسوي حلقه يوميه بث مباشر عندي الصبح. اصيد السمكه من الفوات تنصاد تتصور لحد ما توصل لبغداد، توصل لبغداد اسوي لها بث مباشر. من يصيدها بالفاو؟ عندنا صياده يعني متعامل وياه؟ متعامل يومي صياده جماعتنا يصيدون السمكه اللي اريدها انا تمشي عندي من شط العرب. اي بالتالي هاي العمليه ايش قد تستغرق؟ تستغرق يعني 10 يعني لماته يوم كامل تقريبا، يوم كامل. وعندنا مال عماره، مال عماره هذا النهري، هذا غير عالم، البحر واحد، بحر واحد، النهر واحد. قطان، الشبوط، الزوري مال العماره، السمتي، هذا يختلف، هذا يعيش بس بالنهر. شلون يتم طريق الشواء النهري والبحري ايضا؟ سقف، النهري سقف، كله سقف على الحطب. البحري يشتغل سنجاري، يشتغل فرن صينيه، اكثر شيء صينيه يشتغل ومطبق يشتغل. انت تعتبر نفسك غيرت الاكلات الشعبيه العراقيه لو طورتها اعتيادي، طببنا شيء جديد للعراق ما كان موجود هذا ولا احد يعرفه. قلت لك انا من سافرت هذا الاكل كله موجود بالخليج، الامارات، مصر، فرنسا، بكل الدول موجود، وهاي الفكره تقريبا انا جبتها للعراق. تعرف شلون موجوده هي من قبل، بس ثلاث شغلات زبيدي وربيان صبور انا طورتها وكبرتها ووسعتها، جبت كل الانواع وحتى من تركيا نجيب المحار، السردين، الشوبرا، عن قريب ان شاء الله يطب لنا كل الدول، اي نستورد من كل الدول ان شاء الله. حبيبي شرف بكم، هلا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك عمو؟ الحمد لله والله. بداية نتعرف بحضرتك. انا عباس علاوي الشمري. اهلا وسهلا فيك ابو خضير. ابو خضير موضوعنا اليوم عن الاكلات الشعبيه العراقيه، سولف لي عن الاكلات اللي تحبها انت بالبدايه. الاكلات الشعبيه العراقيه طيبه، اكلات قديمه من اهلنا واجدادنا وش اسمه، اي والحمد لله. اكلات الدولمه اكله طيبه، الناس مهتزه بيها وين ما تطلع تسوي من عندها. السمك اكله همين، شوي المحلات مفتحه والشوارع بيها محلات مال اسماك حط طريقه هواي. المحلات مال سمك والباكه اكله طيبه مشهوره والله. من اقدم باكه بالعراق؟ اقدم باكه الحاتي اول وحده وتحسين ثاني واحد. من حيث هاي من 1915 من اب من جد هو بيها. زين الفلافل اكله شعبيه بسيطه مال البيوت الوسطاء، الناس والناس تشتهيها طيبه اكل العصريات. بالريوق ايش تاكلون؟ ناكل باكه. باكه احنا قريب العراقيين، العراقيين كلها تحب الباكه مو؟ اي اكله طيبه الصبح واحد. زين شلون الاوضاع؟
شلون الحركه؟ دائما ما اشوف الحركه، حركه الاقبال على السمك والباكه. برايك انت كزبون او كمتلقي او كمتذوق، اكو حركه حاليا على هاي الاشياء؟ حركه كل الزينه، الخميس على السمك، والجمعه على السمك حركه، ماكو يوزعون ببلاش. والله شاي العراق اهميه، شاي يعدل الراس وراها. حبيبي انت الف الفيك. مشاهدينا الكرام، مستمرين وياكم في برنامجنا لهذا اليوم، ابقوا ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. يا مرحبا بكم. نشوفك انت بالبدايه، نتعرف حضرتك. عفوا نتعرف حضرتك. الله يحفظك. أنا حجي خالد. هذا المحل أنا جيت لثالث مرة. طيب. أي عن طريق الفيس عرفنا. حجي خالد، أنت جيت المحل السمك. سمك من الأكلات الشعبية العراقية. سولف لي عن العفو الأكلات الشعبية العراقية ومن ضمنها السمك. هو تعرف يعني الأكلات الشعبية المفضلة للعراقيين، يعني من زمان، يعني هو السمك يعني انواع تعرف، يعني ناس تفضل مثلا البني، ناس القطان، الشبوط، الناس هذا ابو خريزه، وانواع اخرى الزبيدي. فالناس دائما يعني تجي مثلا الى المحلات، ناس تروح الى الاسواق يعني هو تستوق من هذه الظلمه والباكه. هذني مو من الاكل الشعبي. لا طبعا انا هاي بس الاكل المفضل قلت لك السمك بالنسبه للبانيه والدورمه والباكه الباقله، يعني هاي اكلات المفضله بالنسبه للعراقيين يعني عموما. يعني هي هذا ليش دائما شوف صارت يعني تراثيه هاي الاكلات وارتبطت بموروث شعبي عراقي؟ هي يعني من زمان هاي الأكلات هذه، يعني إذا تجي مثلا للمحافظات تشوف المحافظات مثلا الجنوبية، البصرة قربها، أو الإعمار قربها مثلا الأهوار، الناصرية، فهاي نشوفهم أكلتهم المفضلة دائما يعني هاي الأسماك المصموطة. إيه، وبعدين تجي إلى الفرات الأوسط، تجي مثلا الحلة وبقية هذا، تشوف مثلا يعني السمك، الدولمة، البانية، هاي الأكلات اللي هذا. الآن اجت أنواع جديدة من الأسماك، طبعا الشانك والعندك والواي يعني. تبقى أكلة المصموطة هي الشيء، تبقى المصموطة هي الأكلة المفضلة. عين مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نستمر إياكم مشاهدين الأكارم في برنامجنا لهذا اليوم، ابقوا ويانا. عمو شونك؟ الله يحفظك. الله يسلمك. الحمد لله. تعرف حضرتك. الله يحفظك. أنا أبو مصطفى حجي جواد. مصطفى جاي تسوي؟ والله هاي بين فتره وفتره نجي هنا من الحجي، من اول ما فتح احنا ناخذ من عنده اسماك البحريه دائما، يعني انا مستمر. انا بالنسبه لي عدد البحريات ما اكل سمك، هذا مال البحيرات والكذا، والله لو بالنيلو هذا البحري اخذ من عنده. والحجي يجيب شغلات كلها حلوه وتازه، وانا عندي معلومات عنه بالبصره، لان انا كنت بالبصره وبالقوى البحريه قبل. سولف لي عن اكله المصموطه، تعتبر اكله مشهوره لاهل البصره. لاهل البصره ولاهل الناصريه الجنوب بصوره عامه. المصموطه سمك يبسونه ويجي ورا ما يبس ويا بانيه ينطبخ، ويسوونها بايام المناسبات، بايام العيد مرقه طبخ يصير. اي بكان اللحم يصير يخلون السمك. الثمن الاحمر مرتبط بالسمك. اي دائما ويا السمك البحري بالذات يصير الثمن الاحمر مرغوب. يعني انا اسوي بالبيت السلمون، هذا النوع من السلمون ويا ثمن احمر مطبخ فشي ويا الروبيان. انت كزبون اليوم شو اختاريت؟ والله اليوم اخذت هذا كباب ابو الهيل. اي هم اسمه كباب ابو الهيل. اي اسمه كباب ابو الهيل، هذا النوع هو من انواع البحريه. نعم. بس بالتقلا هذا طيب، كلش طيب، ينطفد نكهه وفد طعام، احنا نعرف نسوي بترتيب خاص بالبيت يشتغلونه. هم كلهم كل الاكلات الشعبيه العراقيه احكي لي عنها. الاكلات الشعبيه العراقيه هواي يعني، بس بالسمك وغيره. بالكل الاكلات الشعبيه، السمك عندنا، المسقوف عندنا، الدولمه، المشويات، هاي اكلاتنا احنا المعروفين بها. بس بالسمك هم العراقيين بصوره عامه ايه كلهم يحبون. ايه الباكه، ايه الباكه بس كرغبه
بصورة عامة، بس مو كل الناس تحب الباكي، يعني اذا تسوي نسبة بين الباكي وبين السمك الناس تحب السمك اكثر. السمك هم انواع يسوونه مسقوف، اشكال اكو سمك انواع، ومو كل بالنسبة للبحري مو كله ينشوي ومو كله ينقلي، هم بانواع اي يعني هسه هذا ينقلي بالشوي لا يصير غير شيء، بينما النوابي يصير شوي، السلمون يصير شوي، مو كل سمك هسه هاي انا سلطان ابراهيم بالقلي يصير اطيب من الشوي، الصبرة ذيك شوي، مو كل سمكه ولا فترتيه بالبني، فاكو واكو سمكه تصير لا شوي وقال لي ترهم ايه. لا حبيبي ربي يحفظك. طبعا الصدفه الجميله جمعتني بالعم ابو نهاد، يعني سابقا انا كنت بين يوم ويوم كنت ببيتهم اقعد. صحيح عمو؟ اي فعلا صح والله اكيد. اهلا وسهلا بكم وشرفتونا بقناه قناه اليوم، قناه يعني دائما تواكب الوضع. اي يعني انا فرحان جدا شفتك. رجعنا لايام الكليه ويا حيدر، ويا حيدر ابني احنا بنفس الوقت اكيد. اي انتم زملاء انت ومقدام وخرجت نفس ال تحياتنا لهم زملائنا اللي كانوا ويانا بالمرحله الدراسيه مرحله الجامعه. بس نتحدث عن الاكلات الشعبيه، انا اعرف بيك انت عندك كوم عرف بالجنوب فتعرف الاكلات الجنوبيه، نتحدث عن الاكلات الشعبيه. البلد هذا واحنا عايشين بهالبلد هذا هو وطننا العراق الام هو. احسنت وشرفنا جيتكم بصراحه، شرفتونا جيتكم قناتي اليوم. الاكلات الشعبيه كل محافظه عندنا بالعراق تشتهر باكله، مثلا البصره، مثلا البصره يشتغلون بالسمك، مشتهرين باكله السمك الصبور، هذا مورثي عن ابائهم، هم عندهم طريقه إيه يخلوا لها الشغلات، هم يعرفون. هسه من احكي هم افتهموا الكلام مالي، اختصاصهم بالمصموطه. نعم اي هذا السمك هم يبسوه وجففوه، هذا اورثوه عن ابائهم، فالطريقه حلوه هاي. قبل ماكو مجمدات وهاي الشغلات. اي نعم نعم. الانبار مشتهرين بالكباب وما كباب، كباب حج حسين. صح صح، مطعم زرزور كباب حج حسين، وتحياتنا لهم لان انا سبق وان قاعد بمطاعمهم وماكل من عندهم، اكلهم نظيف. ايضا اقليم كردستان. كردستان هم مشتهره بالمشويات والباشا. اي صح، الباشا والتكه وكباب اربيل المشهور بالعراق. دائما اخوتنا اللي يجون من المغتربين يجون ياكلون هذا الكباب اربيل، يعني يحبوه طيب، مشهور كباب اربيل ولبن اربيل. نعم نعم. اي يعني اجمل يعني الاشياء باربيل اول ما تروح توصل تقول لبن اربيل. صح صح مشهور. اي هو اصبح عنوان هو هذا، يعني حتى بالخارج هم يعني كباب اربيل ولبن اربيل، وكل محافظه عندنا هي اعتزازنا بكل محافظاتنا. احنا نشأنا بهذا البلد، البلد الطيب، البلد العراق العظيم اللي يقوي كل شبابه وكل اهله وكل كل اطيافه. ان شاء الله ان شاء الله. العراق سموه شدة ورد. شدة ورد ايش سموه؟ اي لان متنوع الاطياف، بي العربي والكردي والمسيحي وبي التركماني وكل كل الاطياف بيسموه شدة ورد، وهذا يعني فد شيء فخر ان العراق متنوع. وان شاء الله تسميه عمو اكيد. نعم نفتخر بها احنا، احنا نفتخر بها. الشعب متنوع الاطياف، متنوع العادات، بس كلهم ولائهم للبلد. حلو العراق هاي التسميه شدة ورد على اعتبار هو من جميع الاطياف. الله والله حلوه والله حلوه. عمو خلينا نتحدث بما انت من شلت يعني. نعم. تعرف انت بالجنوب وحاليا. نعم. ببغداد و... نعم. نعم. وهاي التفاصيل. سولف لي اختلفت الاكلات سابقا عن هسه؟ اي قبل الاكلات كانت بسيطه يعني، واهلنا كانوا يسوون يعني شيء
على قد مثل ما يقول على قد حالهم، ولو كان الشيء رخيص ومتوفر، بس هسه الامور اختلفت، يعني دخلت بها هاي التكنولوجيا والعلم والهالامور هاي اللي الحديثة يعني، واكثر حتى التكنولوجيا دخلت بالاكل. اي نعم نعم، مثلا يعني هسه دخلت هاي الآلات، هي مثلا تطبخ، هي السلفين، وهي مثل ما يقول يعني تغلف، وهاي المقبلات هسه اجت، يعني همين قبل هن يسموها الزلاطه، ما بس زلاطه وهاي، بس هسه مقبلات تدخل مطاعمنا، هسه جاي مطاعمنا العراقيه جاي تظاهر المطاعم الاجنبيه، قاموا يبدعون العراقيين، خصوصا العراقيين يعني مشهورين بالاكل، يجون اللبنانيين بعدنا والمصريين بعدنا والاماراتيين بعدنا، احنا بلد العراق، بلد الحضاره، بلد الـ يعني الـ 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 كل شيء بيه. زين عمو، سؤال اخير. نعم. احكي لي عن حركه السوق والاقبال. أيه. الناس والله هم العراقيين ذواقين مثل ما يقولون، كل هاي رسالتي توصل هسه لكل الناس، ومثل ما يقولون هم خوارديه، يعني خوارديه بال ما يبخلون على 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 نفسهم بالاكل، وهسه الكل هسه اسمعني يعني كلها جزء تأيدني، نفسهم طيبه العراقيين، هم اهل كرم، اهل طيبه، اهل مضياف. أحسن. نعم حبيبي، نشكر قناتكم ونشكر هاي جيتكم زيارتكم لنا، وتواكبون انتوا العمل مالكم وابداعاتكم هاي الحلوه. الله يحفظك. الله يحفظك. جميع ان شاء الله، جميع ان شاء الله. احنا الان مستعدين ان ناكل اكله السمك العراقي اللي ما مستعد اي بيت عراقي ان يتخلى عنها، خصوصا في يوم الاربعاء. هذه الاكلات الشعبيه اللي ما دائما ما تعودنا عليها في كل بيوتاتنا العراقيه، مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام، حلقتنا لهذا اليوم تخصصت عن الاكلات الشعبيه العراقيه، الدولمه والسمك والباتشا والفلافل وما الى ذلك. اذا مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا من برنامج بين دجلة والفرات، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.